حساب الأستاذ فؤاد أو خالد فؤاد سندي. خلينا نقرأ لكم. هي المهارة الحقيقية فعلا التي يجب على الأشخاص تعلمها هي حسن إدارة خيبة الأمل وليس تقليل سقف التوقعات. التوقعات جزء مهم جدا من الدافعية، وقلة الدافعية علامة مهمة جدا من علامات الاكتئاب. لا تقلل سقف توقعاتك، ولكن هنا الحكمة، جود وحسن إدارتك لخيبة الأمل. الله عليك أستاذ خالد. طبعا موضوع هذه التغريدة راح يكون معنا في هذا اللقاء عبر سكايب معنا أستاذ خالد فؤاد سندي، استشاري نفسي للعلاقات الزوجية. بداية مساء الخير أستاذ خالد، ولو تقول لنا أو توضح لنا في البداية، حابين نعرف إيش نوع خيبة الأمل المقصودة في هذه التغريدة؟ مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. الحقيقة يعني التغريدة بتتكلم أكثر على التوقعات، ويمكن اللي ما قال عشان مساحة تويتر إنه في فرق بين التوقعات اللي هي الإكسبكتيشنز وبين الفولس هوبس أو الآمال الزائفة. لما نتكلم عن التوقعات إحنا بنتكلم عن شيء واقعي، يعني مثلا إحنا في المملكة العربية السعودية لما أي أحد يقول لي أحد السلام عليكم، التوقع إنه الطرف الثاني حيقول له عليكم السلام. قد يبتسم قد ما يبتسم، ايوه مقبوله لو قالوا عليكم السلام مع ابتسامه متوقعه، او ما قال او قال السلام عليكم مع عليكم السلام بدون ابتسامه برضو متوقع في حيز التوقع، هذا الواقع، هذا الحيز الواقعي. بس اني اقول لي احد السلام عليكم واتوقع انه يقول لي عليكم السلام وياخذني بالاحضان ويفرش لي ورد ويقوم واحد جالس جنبه صاحبه عشان يجلسني هو ما يعرفه، هذه اسمها false hopes، هذه اسمها آمال زائفة. صحيح. فالناس اللي دائما تتكلم على تخفيض سقف التوقعات هم الحقيقة بيتكلموا على مبدأ آخر مختلف في علم النفس اللي هو الفولس هوبس. إنه لا يكون عندك آمال زائفة، والآمال الزائفة سببها نقص في الإدراك المعرفي حق الشخص. يعني هذا الشخص اللي يتوقع لما يقول السلام عليكم إنه كل مين يقوم من المكان ويبوس راسه ويجلسه مكانه، هذا عنده قلة إدراك، عدم معرفة إما بمكانته إما بحقيقة الواضع إما بنوع العلاقات اللي تربطه بالآخرين. فهذا الشخص اللي نقول له، مو نقول له خفض سقف توقعاتك، نقول له لحظة، أنت عندك نوع من الآمال الزائفة الغير حقيقية، أنت عندك نوع من الخربطة المعرفية اللي نحتاج إننا نساعدك في عودتها إلى الواقع. جميل. أما التوقعات فهي واقعية جدا، أنا أتوقع لما أقول السلام عليكم إن أحد يرد علي ويقول لي عليكم السلام. جميل جدا أستاذ خالد. طبعا صار جدل كبير جدا بين الناس في تويتر على هذه التغريدة، أنت تقول لهم بأن يقللوا سقف التوقعات وما يكون عندهم أي أمال زائفة، والكثير ممكن أستاذ خالد متفق معاك قال بالعكس، نحن كل ما زادت توقعاتنا بالأشخاص اللي يكونوا حولنا وجنبنا ويحبونا فنخليهم كذا يتعودوا ممكن أن يعطونا كل شيء جميل ونشوف كل شيء جميل في الحياة، فكيف ممكن تشرح لهم أكثر وتوضح لهم الصورة أكثر؟ طيب مرة ثانية، الخلط اللي بيحصل عند الناس هو بين المفهومين، بين مفهوم التوقع اللي هو هذا جزء طبيعي من الحياة اليومية، أنا أصلاً ما أقدر أخرج من مكان إلى مكان آخر من غير ما أتوقع كم حياخذني وقت، هل في ازدحام أو ما في ازدحام، كم درجة الحرارة، إيش لازم أساوي. هذه التوقعات هي الواقع وهذه موجودة عند كل إنسان. لما يجيني واحد يقول لي لا لا في أشخاص توقعاتهم عالية، أقول له ما اسمها توقعات، اسمها آمال زائفة. هذا الشخص اللي مثلا يتوقع أنه يخرج في مدينة جدة في الوقت الحالي من منطقة إلى منطقة ويوصل في 10 دقائق، أكيد ما يعرف منطقة مدينة جدة، أكيد عنده نوع من الآمال الزائفة اللي تحتاج إلى تصحيح، ما اسمها توقعات، اسمها تشوه في الإدراك المعرفي، آمال زائفة. جميل. طب تكلمت أيضا عن إدارة خيبة الأمل، يعني الوضع وقتها ممكن يكون صعب خصوصا لما نصاب بخيبة أمل في حياتنا ومن أقرب الأشخاص اللي حوالينا، فنفسيا يكون الوضع صعب علينا، كيف هنا نقدر نسيطر ونتدارك خيبة الأمل اللي ممكن تصيرنا؟ طيب ولازم نعرف أولا أنه أهمية خيبة الأمل دي هذا عنصر مرة مهم في حياة الإنسان، لأنه إذا عندي شيء غير صحيح
واحتاج الى تصحيحه، احتاج الشيء اللي يساعدني على رؤيه انه هذا الشيء ما هو صحيح. خيبه الامل تجي دورها انه بيقول لي ترى في شيء انت ما انت عارفه، في شيء ما هو صحيح اصلا. فالاشخاص اللي يقولوا لا احنا نبغى نتجنب خيبه الامل، انت بتتجنب المعرفه، انت بتتجنب شيء يصحح اخطاء كثيره في حياتك ممكن ما تعرفها الا بخيبه الامل دي. عشان اقدر اتعامل مع خيبه الامل انا احتاج ثلاث مراحل. احتاج المرحله الاولى مرحله الجلوس مع خيبه الامل. يعني ايش اجلس مع خيبه الامل؟ زي كل المشاعر feeling disappointed او خيبه الامل شعور، هذا الشعور احتاج اجلس معاه، ما يحتاج اهرب منه زي ما بيساووا كثير من دعاة تطوير الذات والكوتشز. اهرب من خيبه الامل، لا تواجه خيبة، قلل سقف توقعاتك. لا، انا احتاج اجلس مع مشاعري عشان افهمها، اعرف من فين هي جايه. وهذه المرحله الثانيه، الاستفسار، الفهم، مشاعري دي من فين جات؟ ماذا تعني خيبه امل؟ خيبه الامل في عمقها تعني الشعور بالفشل. انا احتاج اعرف كيف علاقتي بالفشل. رقم ثلاثة، أوصل لمرحلة العلاج اللي هو فين حصل الخطأ اللي على أساسه حصل عندي الفولس هوبس أو الآمال الزائفة دي. فإذا ثلاثة مراحل، الجلوس مع الشعور، فهم الشعور من فين هو جاي، والمرحلة الثالثة هي تعديل ما يحتاج إلى تعديله. قد يبدو الكلام سهل كده، والحقيقة يمكن عشان وقت البرنامج، إنما تحت كل واحدة من المراحل دي في عمل كبير جدا الإنسان يحتاج يشوفه. مو بس كذا، أيضا أستاذ خالد ربط خيبة الأمل بالاكتئاب، يعني شيء ممكن نشوفه كثير مننا محبط للغاية. هل فعلا خيبة الأمل مرتبطة ارتباط ولو يعني بسيط جدا بالاكتئاب؟ وممكن الشخص اللي يصاب بخيبة الأمل يدخل في مراحل الاكتئاب النفسي؟ طيب، أنا ربطت بين تقليل التوقعات والاكتئاب. الناس اللي ما عندهم اكسبكتيشن، اللي وصلوا لخيبة أمل ويقول لك قلل سقف التوقعات، بدون توقعات ما حيكون في شيء اسمه دافعية. الدافعية هو أنا ليش بساوي الأشياء؟ كيف أساوي الأشياء؟ تخطيط الإنسان ما يكون موتيفيتد، لأنه أنا ماني متوقع شيء فأنا ماني متحمس لشيء. قلة الدافعية هي المرتبطة مباشرة بالاكتئاب. الناس اللي عندهم اكتئاب ما عندهم دافعية لأي شيء، هو ما يبغى يقوم يمشي، هو ما يبغى يخرج يسوي رياضة، هو ما يبغى يقابل ناس، هو أو هي. والسبب ما حانبسط، ما حاقضي وقت حلو، ما حيفهموني. إذا كل موضوع الخوف من خيبة الأمل هو ليه علاقة كبيرة بالاكتئاب، بس الجزء الأكبر اللي أنا ربطته هو غياب الدافعية. طب الدافعية من فين تجي؟ الدافعية دي تجي من موضوع ال موضوع قلة التوقعات. التوقعات لا موجود، توقعات عندي، توقع لشيء معين. أنا مثلا حأتوقع من اللقاء ده فهم الناس للموضوع، فهذه الدافعية هذه بتدفعني أني أقوم وأتكلم وأجلس وأخذ الوقت ده كله لأنه حقدم خدمة للناس. تخيلي أنا تقولي لي على اللقاء ده ما أدري، ما أتوقع، يمكن ما يعجبهم، يمكن كلامي ما أعرف أتكلم، يمكن يمكن يمكن، ما عندي دافعية، وبالتالي لا حأتحفز ولا أشتغل ولا أبغى أساوي اللقاء أصلا. يعني نقدر نقول بشكل بسيط مرتبط بالتشاؤم والتفاؤل. يعني مش التشاؤم والتفاؤل بقدر ما هو الدافعية. أنا ماني مدفوع. الدافعية بمعنى أنا ماني مدفوع لعمل شيء معين لأني ماني متوقع شيء. أنت متخيلة مثلا تخرجي من بيتك تروح العمل الصباح لعملك، في عندك مجموعة كبيرة من التوقعات. أنت تتوقع أنك تنجزي، تتوقع أنك تساوي إنجاز كبير، تشوفي صديقات، تشوفي زملاء، تزودي معرفتك. أنا أقول لك أطلع الصباح من عملك، قللي سقف توقعاتك، ترى يمكن ما تتبسطي كثير مع صاحباتك. لا تتوقع أنك حتروحي متحمسة وهم يكونوا متحمسين زيك، ترى يمكن ما تنجزي. قللي سقف توقعاتك، يمكن ما تنجزي اليوم. صحيح. لا تتحمسي مره كثير. كيف حروح عملي يا اخوانا؟ كيف حاكون مبسوط، متفائل، مندفع عشان اساوي العمل ده؟ جميل جدا، شكرا لك استاذ خالد سندي، شكرا للتوضيح على والتركيز ايضا على هذا الموضوع المهم جدا وشرحه بشكل مبسط لينا وللبرنامج وكمان للمتابعين في تويتر، شكرا لك. شكرا لكم.